مرحبا، كيف حالكم؟ اليوم رح نعمل تمارين مركبة جوا الاير دوم. شو يعني تمرين مركب؟ تمرين مركب هو تمرين بيشمل عضلات الذراعين والقدمين او عضلات الجسم السفلية بنفس الوقت. جاهزين معاي؟ مشوا. ومن هون رح نبلش تمرين احمائي، نعمل فيه ورم اب للجسم لعضلات الجسم العلوية والسفلية بنفس الوقت. تمرين فتح وضم اسمه تمرين جامبينج جاكس. مهم جدا اخذ فيه نفس بشكل متتالي، ما اوقف فرد الذراعين لاعلى لاسفل، فتح وضم بنفس الوقت. رح اطلع على التمرين الثاني، تمرين شوي مركب توافقي بقوي فيه عضلات الجسم بشكل عام العلوية والسفلية. تمرين البيربيز، حافرد الذراعين على الارض، اكب الجسم للخلف واطلع فيه القدمين للامام شوي واطلع جنب بشكل توافقي مستمر. رح نعمل التمرين بشكل متتالي، فتح ممتاز الجسم، انهيل اكسهيل لما اطلع. ومن هون رح نطلع على التمرين الثالث، تمرين مهم جدا منشغل فيه عضلات البطن، منشغل فيه بشكل اساسي عضلات الذراعين بارتكاز كثير كبير عليهم، وعضلات القدمين اللي بتساعدنا بتغيير الاتجاه. رح احط ايدي على الارض، اعمل خلينا نحكي دفع بالحوض للامام بشكل بسيط، وافتح بشكل عكسي بين الذراعين والقدمين. تمرين جدا مهم من اقوي فيه عضلات البطن، من اقوي فيه بنفس الوقت عضلات الجذع. رح ننتقل للتمرين الاخير، هو تمرين خلينا نحكي فيه توافقي وصعوبة بسيطة، بأنا كيف أقدر أعمل توجه الذراعين والقدمين بنفس الوقت وأخدم فيها عصر بسيط بعضلات البطن. رح أحط وضعية الجسم بشكل مستوي وأحرك جسمي عن طريق الذراعين، وأرجع مرة ثانية للخلف وألمس بإيدي اليمين رجلي الشمال، وأرجع مرة ثانية أمشي بنفس الوضعية. أعمل التمرين بشكل عكسي بشكل مستمر، ومن هاي الوضعية بعمل تبادلي بين الذراعين والقدمين وبخدم فيها عضلات البطن. من هون انتهينا بتمرين مركب كومبلكس، راح يفيدكم بالأيام اللي جاية.